بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو زفران. زفران ده حقن ومنه أقراص للترجيع. طبعا حالات القيء والترجيع بتبقى موجودة عند بعض الناس باستمرار، والدواء الفعال لها هو زفران. يحتوي على المادة الفعالة أوندي نستيرون، وتعمل هذه المادة من خلال التحكم في منطقة في المخ تسمى مركز القيء، ومنطقة يطلق عليها نطاق تحفيز المستقبلات الكيميائية. لذلك يستعمل زفران أقراص وحقن في علاج حالات القيء الشديدة الصعوبة. أول حاجة نتعرف عليها إيه هي مكونات زفران. زفران هي حقن المادة الفعالة فيه هي أوندانيستيرون، تعتبر من المواد المضادة للستروينين. يحد من الشعور بالغثيان للمرأة الحامل، ويوصف من قبل الطبيب المعالج، ويؤخذ بعد علاج الكيماوي وبقدر 24 ملي جرام، وللحالة المتوسطة 8 ملي جرام، ويؤخذ مرتين أو 3 مرات يوميا وفقا لحالة المريض. 8 ملي جرام كما يوجد 16 ملي جرام، يوجد تركيز منه 8 ملي جرام و16، وتعطى قبل اللجوء للعملية الجراحية. ايه هي دواعي استعمال زفران؟ يستعمل زفران في علاج الغثيان والقيء اللي بتصاحب العلاج الكيماوي للسرطان. ايضا يمكن استعمال زفران في علاج الغثيان والقيء خلال او بعد العلاج الاشعاعي للسرطان، كذلك الغثيان والقيء في حالة العمليات الجراحية. من العلاجات الطبية اللي بتعالج القيء ويؤخذ بمفرده من دون استخدام أدوية أخرى معه، يحد من الشعور بالقيء والمادة الفعالة المتاحة به، وتعمل على علاج مرض السرطان تعمل على علاج أعراض مرض السرطان والذين يأخذون أنواع من العلاج الإشعاعي أيضا. بالنسبة لجرعة زفران حقن أقراص، الجرعة المعتادة للبالغين في علاج القيء والغثيان الشديدة بعد العلاج الكيماوي هي 24 ملي جرام قبل الأكل بنص ساعة، مقسمة الجرعات على مدار اليوم. الجرعة المعتادة للبالغين في علاج حالات القيء والغثيان متوسطة الشدة هي 8 ملي جرام مرتين يوميا قبل الأكل بنص ساعة. الجرعة المعتادة للبالغين في علاج حالات القيء والغثيان الشديدة بعد العلاج الإشعاعي هو قرص 8 ملي جرام 3 مرات يوميا. الجرعة المعتادة للبالغين في علاج حالات القيء والغثيان متوسطة الشدة عقب العلاج الإشعاعي هي قرص 8 ملي جرام مرتين يوميا. الجرعة المعتادة للبالغين في علاج القيء والغثيان بعد العمليات الجراحية هي جرعة 16 ملي جرام قبل موعد العملية الجراحية بساعة. الأطفال من سن 12 سنة فما أكثر الجرعة المعتادة ليهم مثل جرعة البالغين. جرعة الأطفال من غير معروف أن دواء زفران عن طريق الفم آمن للأطفال الذين تقل عملهم عن 4 سنوات أم لا، ولكن يمكن إعطاءه عن طريق الوريد للأطفال من غير سن 6 أشهر، يعني الناس اللي أقل من 6 شهور. جرعة زفران للأطفال قبل العلاج الكيماوي تكون الجرعة 4 ملي جرام قبل جلسة العلاج الكيماوي، و 30 دقيقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 سنة، ثم تكون الجرعة كل 8 ساعات بعد جلسة العلاج الكيماوي ب1 إلى 2 يوم. بالنسبة لجرعة زفران للأطفال في الجراحة قبل الجراحة، يتم إعطاء زفران للأطفال الذين تقل عمرهم عن 40 كيلو جرام، جرعة 1/10 ملي جرام لكل كيلو جرام في الوريد قبل الجراحة. بالنسبة للأطفال الذين يزيد وزنهم عن 40 كيلو جرام، يجب أن تكون الجرعة 4 ملي جرام في الوريد. طيب، متى يبدأ مفعول زفران في إيقاف الترجيع؟ يتم امتصاص زفران بسرعة في المعدة، ويبدأ مفعوله في الجسم بعد حوالي 30 دقيقة من تناوله. ما هي مدة مفعول زفران الحقنة؟ يتم امتصاص زفران بسرعة في المعدة، ويبدأ مفعوله في الجسم بعد حوالي 30 دقيقة من تناوله، ويستمر تأثير الدواء لمدة تتراوح بين 4 و 8 ساعات. في سؤال يطرح نفسه، هل حقنة زفران وريد أم عضل؟ الإجابة
يمكن حقن زفران عن طريق الحقن العضلي أو عن طريق الحقن الوريدي حسب تعليمات الطبيب. كما أنه الحقن مدون عليها باختصار رقم يدل على الحقن في الوريد أو إشارة، بالإضافة إلى اختصار IM الذي يدل على الحقن في العضل. إيه هي الآثار الجانبية وإيه هي أضرار حقن الزفران؟ من المحتمل أن يتسبب زفران في حدوث بطء في ضربات القلب وشعور بألم في الصدر، وأيضا انخفاض في ضغط الدم واضطراب في وظائف الكبد، وده يتسبب الدواء أيضا في حدوث حركات لا إرادية ونوبات تشنج وإغماء، وأيضا خلل في وظائف الكبد وشعور بإجهاد وتعب وخمول. أيضا يسبب الدواء أحيانا شعور بالدوخة والهبوط العام، أيضا خلل في ضربات القلب وفي رسم القلب خاصة بالإضافة إلى الصداع والإمساك. أيضا في بعض الأحيان بيسبب تفاعلات الحساسية الشديدة اللي بتحدث تورم واحمرار وانتفاخ، كذلك الشفتين واللسان، بالإضافة إلى الإصابة في بهبات دافئة للجسم. إيه هي الاحتياطات وإيه موانع الاستعمال؟ يحظر استعمال زفران للأشخاص الذين يعانون من حساسية زائدة من مكونة الدواء. حقنة زفران الطبية، الحقنة للأطفال، يعتبر من الأدوية اللي بتعالج القيء المستعصي والأدوية المعتادة لا تجزي معه بنتيجة. يعني لما يكون في عنده حالة قيء مستعصي والأدوية الموجودة مش جايبة نتيجة، فبيتم استعمال زفران. هذا الدواء به مادة فعالة تسمى أوندينستيرون توقف القيء من خلال التحكم في منطقة موجودة في الدماغ مسؤولة عن عملية القيء، وتعمل هذه المادة على تعزيز عملية المستقبلات الكيميائية بالدواء. حقنة زفران للحامل طبعا من الأدوية الطبية التي تعالج القيء عند المرأة الحامل، ويمكن وصفه من خلال الطبيب المختص، حيث بالشهور الأولى بعض النساء تظل تشعر بالغثيان كلما تناولت الطعام، مما يجعلها تشعر بالدوار وعدم قدرة على الوقوف نتيجة عملية الفقد للتغذية الحيوية للجسم. سؤال يطرح نفسه، هل حقن زفران أمن على الحمل أم لا؟ الإجابة نعم، حيث تم الموافقة عليها من إدارة الأغذية والعقاقير، والتي يعد من أفضل أنواع العلاجات الطبية للترجيع أو القيء، وهي توقف الشعور بالغثيان حيث تستفيد منه الأم من الطعام التي تتناوله، ويعود بالفائدة والتغذية عليها وعلى الجنين بالشهور الأولى من حملها. حقن زفران والحمل، طبعا يفضل لأخذ العلاج للمرأة الحامل والذي يثبت الغثيان بالمعدة، وتم إجراء بعض الدراسات بالفترة الحالية بالأضرار التي تلحق للجنين، ويجب استشارة الطبيب النساء والتوليد وطبيب الأطفال قبل تعاطيها هذا الدواء. ما هي بدائل زفران؟ زفران له بدائل زي بريمبران وإمبريست وناسيترون وبليمازول وأمبول وزيمسرون ودانوفران حقن. ما هو سعر حقن زفران؟ سعر حقن الزفران تركيز 4 مللي جرام هي 438 جنيه مصري. سعر حقن زفران 8 مللي جرام هي 260 جنيه مصري. سعر أقراص زفران تركيز 8 مللي جرام هي 364 جنيه مصري. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وأرجو من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك في القناة والتعليق، اي تعليق عندكم اسفل تكتبوه اسفل الفيديو، وضغط لايك والضغط على علامة الجرس ليصلك كل فيديو جديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.